للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى. بعد التحية، طبعا روايات البحارة البحرينيين والشهادات التي يدلون بها تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن هناك حملة ممنهجة تقودها دوريات خفر السواحل القطرية ضدهم. كيف تصف هذا السلوك العدائي ضد هؤلاء البحارة الذين يخرجون لطلب رزقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا. بسم الله. نعم تفضل سيد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة كلنا في البحرين هني استبشرنا خير بعد نتائج قمة العلا، وأن العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون ستعود إلى ما كان الوضع عليه سابقا، والتي تقوم على أسس متينة من مبادئ حسن الجوار وإحلال الاستقرار والازدهار في المجتمعات الخليجية. إلا أن هذه الحوادث في الحقيقة التي سمعناها ورواها البحارة على تلفزيون البحرين عن توقيف خفر السواحل في قطر للصيادين البحرينيين واحتجازهم وسجنهم ومصادرة قواربهم يجب وضع حلول لها، وعدم تسبب في قطع أرزاقهم أو الإضرار بهم وبكرامتهم، والاستناد في ذلك يكون على بيان العلا نفسه التي وقعته قطر، والذي نعتبره بمثابة إعادة للحمة الخليجية كما كانت عليه. ونعتقد أن التمثيل أن حكومة مملكة البحرين قامت بإجراءات عديدة تبين حسن رؤياها لرأب الصدع الخليجي، نعم. من خلال فتح الأجواء ودعوة وزارة الخارجية البحرينية للجانب القطري لحل كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر الذي راعي حسن الجوار والالتزام بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية. وأحب أن أؤكد بأن كل دول مجلس التعاون مستهدفة، فيجب علينا التعاون والتكاتف ووحدة الصف الخليجي لدرع هذه التهديدات. مملكة البحرين كما عرفت منذ قديم الزمان تتسم سياستها وتعاملاتها مع جيرانها بالعقلانية والحكمة حسن الجوار، هي لم تعامل البحارة القطريين إلا بكل احترام، تسمح لهم بحق المرور دون مضايقات، وهو بنطالب به أيضا احتراما لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تقره كل الاتفاقيات الدولية والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين. نعم. وأحب أؤكد في هذا الخصوص كذلك ما شدد عليه مجلس الوزراء البحريني من أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية حتى الحدود القطرية الإماراتية، وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية حتى الحدود البحرينية السعودية، وهو ما كان معمول به سابقا. كذلك أشيد بقرار مجلس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية بالقيام بحصر الأضرار وصرف التعويضات والعمل على حماية حقوق الصيادين البحرينيين، الأمر الذي أدخل الفرح والسرور على عائلاتهم، وهو ليس بمستقرب على قيادة مملكة البحرين التي تسعى دائما إلى الوقوف بجانب المواطن بكافة الوسائل وفي كل الظروف. كل الذي قلت له من قبل تجعل ملف الصيادين من الملفات الحقوقية المهمة التي يجب علينا أن نضع لها حلا نهائيا بتعاون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حتى نبدأ تنفيذ قرارات قمة العلا بروح طيبة ونية حسنة. وكلنا رأينا مدى اهتمام ومتابعة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لهذا الملف واطمئنان جلالته بعودة جميع الصيادين ومعهم البحارة كذلك والقوارب وأدوات الصيد وضمان لقمة عيشهم، كما أن جلالته حفظه الله وجه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء بمتابعة هذا الملف الحقوقي وحله نهائيا حتى ترجع الأمور إلى طبيعته كما كانت سابقا. نعم سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.